فكما فيما تقدم أن التوكل صدق اعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة، ينقسم التوكل إلى ثلاثة أقسام. الأول اعتماد مطلق وتفويض جميع أموري إليه واعتقاد أن بيدي جلب المنافع ودفع المضار، صرف لغير الله شركا أكبر، لا يصرف إلا لله، وعلى الله توكل. واتلو عليه نبأ نوح إذ قال لقومه عليه الصلاة والسلام، ماذا قال لهم؟ قال لهم يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي يعني فيكم وتذكيري بآيات الله أقوم فيكم وأدعوكم إلى الله، فعلى الله توكل. ثم قال لهم أجمع أمركم اجتمعوا لا تختلفوا ولا تجتمع وحدكم، اجتمعوا أنتم وشركاءكم، ثم لا تخفوا هذا الأمر، أظهروه وأعلنوا قتلي ولا تنظروني إلى قدم، اليوم تقتلوني. استطاعوا؟ قال على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل في أحد، حصل ما حصل في أحد، في الحقيقة هذه ليست بهزيمة. القادة العسكريين اليوم ابن القيم العلماء أقول هذه ليست بهزيمة، 70 رجل. فعندما حصل ما حصل في أحد رجع الكفار إلى مكة. أبو سفيان رضي الله عنه كان هذا الوقت على الكفر، فلقي ركب جماعة من الناس يخرجوا إلى المدينة، فقال لهم أبو سفيان إلى أين تذهبوا؟ قالوا إلى المدينة. قالوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن نعد العدة ونريد نأتي ونقضي على كل من في المدينة. الذين قال لهم الناس أي الركب المسافرين إن الناس قريش والأحزاب قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمر على الفور بالتجهز، تجهز النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وخرجوا إلى منطقة هنا قريب الميقات، وقال لها حمراء الأسد حمراء النمل والله ما أدري، يعني المهم من هذا المكان، مكان يأتي الناس من مكة يعني الطريق، أن يأتي أحد لم يأتي أحد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، إذا لابد تكون قولك عند الشدائد، عند الشدة تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض العلماء يقول لو لم يرد في التوكل من فضل إلا أن الله قال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال تكفي هذه الآية فضلا في التوكل، فما بالك في آيات كثيرة في التوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي، ومن يتوكل على غير الله صلى الله عليه وسلم خذه، مفهوم؟ يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله، وكافي من اتبعك من المؤمنين الله، فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك. معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله، وكافي من اتبعك من المؤمنين الله فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك، معنى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين الله فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك.